حياك الله. لا هي مرتبطه بزوجته فهمت؟ اذا قلت انت سالفه تروح خلاص. عندي قال امي هي اللي صدق ما تتغير. امي هي اللي صدق ما تتغير. اي والله تحس بوجاعي وانا مخبيها. انا شايف عيادة الدكتور وانا صغير لا قالوا وش فيك اطالع فيها. ياو اطالع فيها تعقيب احسن من سالفتك من خير ذيك ولا قلت بس انا ما بالله هذه لفه شقران شقران امي هي اللي صدق ما تتغير. شقران تحس بوجاعي وانا طلبتك اسلم حبيبي خلاص شقرا شمل سالفة يا غالي يا الغالي دقيقة شقرا